ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب اللي حرص على تأدية مناسك العمرة بصحبة طارق سليمان مدرب عام المنتخب ووليد بدر مدير إداري المنتخب. هيحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر بملعب الأول بارك بالسعودية. لعيبة الزمالك قادوا فقرة تدريبات خططية على هامش المران اللي أقيم على ملعب الأول بارك بالرياض، وده استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر. وتم إجراء تقسيمة فنية بين اللعيبة في جزء من الملعب تحت قيادة جوزيه جوميز، تم خلالها تطبيق كل الأفكار اللي تم التدريب عليها، وقام الجهاز الفني بمنح اللعيبة تعليمات فنية باستمرار وتصحيح الأخطاء قبل لقاء الأهلي المرتقب في نهائي كأس مصر. هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة واصلت حصد البطولات بمشوارها الرياضي، وده بعد ما فازت بالمركز الأول وذهبية بطولة دورة الألعاب الأفريقية اللي بتقام في غانا وبتستمر لحد 24 مارس الجاري بمنافسات السيدات. منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت سن 20 سنة حقق ذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين اللي أقيمت داخل مجمع الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. كمان حققت ناشئات سيف المبارزة تحت سن 20 سنة ذهبية البطولة الأفريقية للسلاح للشباب والناشئين، ونجح منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات في الفوز في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بنتيجة 45 مقابل 23 ليتوج بذهبية البطولة. وامبارح اتأهل 6 لاعيبة مصريين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم الخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم واللي بتستضيفها مصر في الفترة من 5 ل 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ما كرر فوزه على فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الاتحاد ضمن منافسات إياب دور 16 للنسخة الحالية من المسابقة. وفريق ريال مدريد تعادل مع لايبزيج بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات إياب دور 16 للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. بالنتيجة دي اتأهل فريق ريال مدريد لدور ربع النهائي من البطولة بعد ما استفاد من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 في ألمانيا.